الشارع الرياضي يساند القوة الجوية قبل مواجهة الشباب السعودي. أدرك تماماً ما موجود من إمكانيات فنية في نادي الشباب السعودي، لكن لدي بالمقابل اطمئنان على ما موجود من لاعبين خبرة ولاعبين بمستوى عالي في فريق الجوية ومع هذا الكادر المتميز. ولا تنسى أنه الدور الفعال والدور الكبير لجماهير الجوية ولما لها تأثير لرفع الروح المعنوية وتحقيق نتيجة إيجابية. لذلك حقيقة أنا أقول لدي الثقة المتوازنة أنه قادر أنه فريق الجوية أن يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. شباب السعودي نعم فريق كبير إلى اسمه وإلى تاريخه، يمتلك لاعبين جيدين لاعبين محترفين، لكن هذا لا يعني بأن يعني هو راح تكون مباراة سهلة أمام القوة الجوية. لا، فريق القوة الجوية يعني في ملعبه وأمام جمهوره حرجناه يعني حقيقي. يعني احنا نريد نرتقي مع العالم، نريد نرتقي مع آسيا، مع كل هذه الفرق. المباراة صعبة لكن فريق القوة الجوية فريق جيد وعنده تجربة سابقة يعني بهذا الاتجاه، ممكن يعني لفترة قريبة. نعم هو خسر من الشباب أعتقد 2-1 فترة قصيرة، لكن فريق الآن فريق الشباب من الفرق اللي حقيقة تلعب كرة قدم. قبل كم يوم شاهدت مباراة فريق جيد يعني.